بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طاب مساءكم أعزائي المشاهدين في ربوع مصرنا الحبيبة. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا اليوم في أولى حلقات برنامجنا بشائر الخير. أهلا وسهلا بكل جمهور المشاهدين في مصر، ونتمنى أن تكون حلقتنا النهاردة هي أولى بشائر الخير في مصر. النهاردة بنتناول موضوع من أهم الموضوعات، واخترنا أن احنا نبدأ أولى حلقاتنا بهذا الموضوع. هذا الموضوع موضوع من الموضوعات اللي بتقوم عليه مؤسسة من أكبر مؤسسات الدولة، وهي المؤسسة الزراعية بصفة عامة وبصفة خاصة داخل محافظة الأسكندرية، واللي بتقوم في هذا اليوم على إنشاء المعرض أو إقامة المعرض الزراعي الدولي الثالث أجرو أليكس. هذا المعرض منذ انطلاق خطة السيد رئيس الجمهورية في خطة التنمية المستدامة 2030، وقلنا إن احنا كل مؤسسات الدولة تجتهد وتكون شريكة في قطار التنمية. أحد هذه المؤسسات في محافظة الأسكندرية هي نقابة المهنيين الزراعيين أو نقابة الزراعيين بالأسكندرية. وخلينا نعرف حضراتكم على ضيوفنا اللي موجودين معانا النهاردة. نقابة الزراعيين في الأسكندرية معي ومعكم المهندس الحسين محجوب، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الطرف الآخر في المعادلة وهي نقابة الفلاحين، لأن هو المعرض معرض زراعي بتقوم عليه نقابة الزراعيين لخدمة القطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية، وبيستفيد منه إخواننا المزارعين في جمهورية مصر. بنتشرف أن يكون معانا ممثلا عن نقيب الفلاحين في جمهورية مصر العربية العمدة محمد السيد الطبنجي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم. ليه بقى النهاردة اخترنا أولى حلقاتنا أو سمينا البرنامج بتاعنا ببرنامج بشائر الخير؟ بشائر الخير عشان يكون برنامجنا إن شاء الله بشرة لكل نواة خير بتغرسها أو بيقوم على غرسها أو لبنة طيبة بيقوم عليها مؤسسة، شركات، أفراد. وفي الحقيقة كان من المفترض أن النهاردة هيكون معانا كل الأطراف المشاركة والمساهمة في بشائر الخير، ولكن نظرا لانشغال البعض هنتشرف طبعا بضيوفنا يلقوا الضوء على إن شاء الله معرضنا. هنبدأ النهاردة بالسؤال الأول في حلقتنا النهاردة، وسؤالنا موجه لنقابة الزراعيين وبيمثلها المهندس الحسيني محجوب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا عايز أعرف من حضرتك إيه فكرة المعرض، بدأ إمتى وإيه وإزاي، وإيه الغاية والهدف من إن إحنا ننشئ هذه المعارض، وخاصة إن ده دور شركات، هي شركات كتير بتقوم على تنظيم المعارض المتخصصة والمتنوعة، ولكن إن تقوم نقابة الزراعيين وتمثل القطاع العريض من الشعب أو الفئة العريضة من الشعب اللي هم الزراعيين وخدمة المزارعين، فالنقابة بتقدم إيه وليه؟ إيه فكرة المعرض؟ هو أول زي بيد الإسكندرية كعاصمة تانية للبلاد ما كانش ينفع أن هو يبقى فيه مجال معين ما تكونش متواجدة فيه وتدلو بدلوها جواه. بالنسبة للمعرض تم التفكير فيه مع بداية مجلس نقابة المهن الزراعية في 2017، ان احنا عاوزين نقرب المسافات ما بين الشركات المنتجة والمزارعين والجهة او الناس المستهدفة بهذا، ونخص بهم الفلاحين او نتكلم بصفة عامة المزارعين، لان بيبقى فيه وننزع من النص عملية الوسيط، نجيب الشركات المنتجة ومع مع التجار الكبار مع المزارعين ومع أهالينا الفلاحين. وبدأت الفكرة وتم دعمها بالكامل وتأييدها من مجلس النقابة. وبعدين احنا كنقابة مهن زراعية هي المظلة المهنية لمهنة الزراعة،
لان بيتواجد داخلها الاكاديميين اساتذتنا في الكليات، والاسكندريه ربنا حباها بوجود كليتين زراعه مش كليه واحده. صحيح. المركز بحوث بجميع اقسامه وتنوع مراكزه. وعندنا اساسا ان احنا منطقه برضو يعني ان كنا نصنف محافظه ساحليه، ولكن لا عندنا ظهير زراعي كبير جدا في العمريه والمعموره وخرشد. فكانت الفكره ان احنا بدل نقرب المسافات، ان احنا ما بين الشركات المنتجه، التجار، الفلاحين والمزارعين. الجهات المستهدفه في الاساس بالنسبه للشركات المنتجه او للعارضين هو عاوز التاجر اللي هيجي يتعاقد معاه، لكن احنا جبنا له الفلاحين، والفلاحين برضو تعاقدوا معاهم، وكان ناجح جدا في 2017 اللي اتعمل من خلاله وبالتوازي معاه ملتقى توظيف. نجحنا في توظيف اول سنه تقريبا 370 خريج. انا خلينا المهندس حسين نتطرق لده في تمام في السؤال القادم عشان ما ناخدش البرنامج، يبقى ندخل كده سؤال سؤال ان شاء الله حضرتك تفيدنا بالاجابه على هذا السؤال. هنوجه سؤالنا دلوقتي للعمده. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اجرو اليكس المعرض الزراعي دي دورته الثالثه. الثالثه على مدار ثلاث سنوات متتاليه شاركت في المعرض نقابه الفلاحين بكل اطيافها وبكل الرجاله اللي موجودين فيها تحت قياده النقيب النشيط جدا محمد العقاري نقيب عام الفلاحين في جمهوريه مصر العربيه. يا ترى المعرض بيفيد الفلاحين في ايه؟ وايه الغايه او الهدف من مشاركه الفلاحين في المعرض اجرو اليكس في الدوره الثالثه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج واسره القناه. زي ما تفضلت حضرتك، نقابه الفلاحين بقياده النقيب العام لفلاحين مصر الحاج محمد العقاري. النقابه حضرتك يعني بتشارك في المعرض على اساس تنقل صوت الفلاح، والفلاح بيستفيد من المعرض ده حاجات كتير. يعني الات الري الزراعه الحديثه والات الري، وبرضه بينقل فكر التكنولوجيا اللي هي موجوده يعني في الالات الزراعيه، وبرضه بترجع للدوله بحاجات كتير يعني بتوفر، يعني زي مثلا الات الري، المنتجات في الجوده بتاعتها بتبقى حاجات يعني مش التقليدي، مش الزراعه التقليديه يعني. انت حضرتك عارف يا عمده ان المعرض الزراعي او المعارض الزراعيه بصفه عامه واجرو اليكس بصفه خاصه تمام بيبقى عباره عن سوق زراعي. السوق الزراعي بيضم الكثير من المنتجات الشركات الزراعيه المعنيه بمستلزمات الانتاج الزراعي. تمام حضرتك. يعني والالات الزراعيه والميكنه وخدمه القطاع الحيواني والقطاع الداجن. الشكل والموضوع حضرتك في المجال الزراعه. فايه اللي بيستفيده الفلاح من مثل هذه المعارض؟ احنا عايزين ده نوضحه للناس عشان كل اهالينا في الريف المصري اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعونا في اولى حلقاتنا، وان شاء الله تكون بشائر الخير ان شاء الله للزراعيين والفلاحين في مصر، يستفيدوا ايه من ده؟ حضرتك ده بيبقى يعني الشكل والموضوع، يعني هو مثلا انا عندي العامل البشري اللي هو بيزرع. تمام حضرتك. فلما يتابع، وبنشكر برضو حضرتك تاني مره اللي هو القاء الضوء على المعرض انه يوصل لكل بيت وكل فلاح وكل مزارع، وان هو يعني يتابع المعرض ده سنويا، يتابعوا على اساس ان هو بيشوف في حاجات ما كانتش متاحه ليه، هيفيدوا في حاجات كتيره. يعني المعرض ده هيستفيد منه ابدا من قصه ان احنا مثلا هنهلك الدوله في حكايه الارشاد الزراعي والمرشد الزراعي، انما دي حاجات موجوده. العامل البشري موجود اللي هو الفلاح او العامل. ولكن هل حضراتكم تستفيدوا من مستلزمات الانتاج الزراعي من خلال التعرف عليها اثناء تواجدكم في المعرض؟ ان انتم موجودين في المعرض بتمر وبتشوف على شركات كتير جدا. حضرتك مجلس اداره النقابه، نقباء المحافظات، معالي النقيب بنفسه بنشاركه بوفود من كل. بتنقلوا الصوره دي بعد كده من خلال بعد المشاركه بتنقلوها حضرتك يعني انا مثلا للفلاحين. حضرتك يعني انا بكون مثلا مع وفد من النقابه بنكون مشاركين في المعرض، كل اللي بشوفه بروح يعني بحاول اوصله للناس باي طريقه ايا كانت على اساس يطبق فعلا كل
المستلزمات اللي هي موجوده في يعني حضرتك بتتعرف على كل الاليات اللي بيقوم بيها المعرض ان كانت في اطار الميكنه الزراعيه، مستلزمات الانتاج الزراعي في كل وبتنقلوا الصوره دي بعد كده للمزارعين في مصر. وكمان اللي انا عاوزه اكتر والنقابه اللي عاوزاه برضو ان انا عاوز انه الفلاح والعامل الزراعي يعني يطبق الكلام ده. ما ده دور كل القائمين على الزراعه في مصر يعني، سواء منظومه زراعيه بدايه من الوزاره واجهزتها الى حضراتكم نقابات ومؤسسات زراعيه وجامعات زراعيه ومزارعين. حضرتك زي ما تفضل البشمهندس، يعني كان في مؤتمر تقريبا في 2016 كان مؤتمر الفلاحين العرب، كان برضو بقياده النقابه. يعني هنتطرق للمؤتمر نقطه واحده بس. فلما جو شرحوا لنا حته الصوبة الزراعيه والالات الري الحديثه اللي موجوده، يعني كان في تحدي منظمة الفاو وبنك التنمية والانتماء بغض النظر عن الجهات عشان يعني كان الآليات دي لما كانت بتتعرض بس عشان نشوفها في المؤتمر ده. شوف حضرتك بتحقق استفادة للمزارعين. شوف حضرتك مثلا شوف حضرتك من الصوبة، مشروع الصوبة الزراعية اللي فتحه سيادة الرئيس اللي هو في قاعدة محمد نجيب ده، يعني كنا هل ما ده هيحصل في مصر؟ شوف يعني في الحقيقه مشروعات عملاقه حصلت على ارض الواقع كثيره بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا كلنا ان شاء الله اعلام وزراعيين وكل مؤسسات الدوله ان شاء الله خلف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق تنميه مستدامه حقيقيه تعود على شعبنا المصري بالنماء والرخاء والخير ان شاء الله. قبل ما نعمل معانا مداخلات عايزين نروح لتقرير، هنشوف فيديو يعني بيوضح لنا الدورة الثانية من معرض أجرو أليكس، المعرض الدولي الزراعي، وحتى يعني لتعرف الناس على أدائه على الشركات المشاركة، وبعد كده نقعد لضيوفنا. فنفضل نروح كده لتقرير نشوفه ونرجع مع بعض تاني. الزيارة وفي الشركات وفي شبكة المعرض وفي مفاجآت المعرض مع أجرو أليكس 2019 من يوم 14 ليوم 16 في راديسون بلو في برج العرب، وإن شاء الله نبقى سعداء في المعرض ونشوف 3 أيام كويسين جدا معاكم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. بعد ما رحنا لتقريرنا عن عن معرض أجرو أليكس المعرض الزراعي الثاني، وكان المتحدث فيه الدكتور طارق علي. دكتور طارق احد اصحاب الشركات القائمه على تنظيم المعارض والمؤتمرات الزراعيه المتخصصه وأنشطة كتيرة جدا بيقوم بيها في شركة إيجيبت إكسبو للمعارض، وفي الحقيقة هو اللي قام بالتنظيم لمعرض أجرو أليكس في الدورتين السابقتين، وإحنا في الدورة الثالثة ناخد معانا الدكتور طارق نتعرف منه على أهمية الدور التنظيمي اللي بتقوم بيه شركة إيجيبت إكسبو والمجهود الرائع اللي بيعمله من خلال ان هو يوجد شركات متخصصة وعملاقة وكبيرة
في معرض أجرو أليكس في أنه يقدم كل الخدمات للمعرض. دكتور طارق. أيوة. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة بنتكلم في أولى حلقتنا في برنامج بشاير الخير عن الدور الكبير اللي بتقوم بيه شركة إيجيبت إكسبو تحت إدارة حضرتك، بما أن حضرتك رئيس مجلس إدارة الشركة، عن الدور التنظيمي والمجهود اللي حضرتك بتقوم بيه في بالتعاون مع نقابة الزراعيين وتحت رعايتها بالأسكندرية. إيه هو أهم الدور التنظيمي اللي بتقوم بيه شركة إيجيبت إكسبو في معرض أجرو أليكس اللي بتقدم من خلاله الخدمة الكبيرة للقطاع الزراعي؟ بحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي احنا فيه. دي تالت دورة لينا، الدورة بنجاح والحمد لله، كل سنة في ازدياد. المنافسة قوية، لكن احنا الحمد لله قبل المنافسة، وان شاء الله بإذن الله هيطلع معرض السنة دي مختلف كل الاختلاف عن اي معرض تاني. المعرض كان في مجال الزراعي فقط، بقى دلوقتي مجال متخصص زراعي وإنتاج حيواني وداجني وأدوية بيطرية. الحمد لله إحنا عاملين توليفة كبيرة، معرض شامل، كل شيء تحت سقف واحد. شركات كبيرة وشركات عملاقة في السوق للأعلام، وشركات بذور، وشركات مقصبات، وشركات مبيدات. الحمد لله اختلافنا اختلاف كله جزء عن الناس الثانية. زائد إن إحنا كمان عاملين زيارة، برنامج زيارة زي ندوات تثقف الفلاح من امراض النبات، من امراض الداجنيه، من الامراض الحيوانيه، جميع انواع الامراض النبات، من اسد صفار، عمالقه، ان شاء الله يشوفوها عندنا باذن الله في معرض أجرو أليكس. تمام يا فندم. حضرتك اتكلمت وتحدثت عن الزياره. اهم القيادات التنفيذيه المسؤوله عن المنظومه الزراعيه في مصر هيكون ان شاء الله متواجد في المعرض، مين اهم القيادات اللي هتبقى موجوده؟ ان شاء الله باذن الله احنا خدنا وعد، واكيد ان شاء الله معالي الاستاذه الدكتوره منى محرز، ومعالي محافظ الاسكندريه اللي هو محمد الشريف، ان شاء الله لو متواجد نقيب الزراعيين ان شاء الله يكون موجود معانا. ربنا ييسر لنا ان شاء الله. الدور التنظيمي اللي حضرتك بتقوم بيه، واحنا نعلم في ظل ما حضرتك تفضلت وذكرت المنافسه الشرسه ما بين شركات تنظيم المعارض الزراعيه المتخصصه فيما بينها، ولكن هناك يعني يبقى هناك سؤال لحضرتك. ليه نقابه الزراعيين، وليه اخترت حضرتك، وده طبعا شيء يحسب لشركه ايجيبت اكسبو ان هي يعني بتدخل من خلال القنوات الشرعية للمزارعين المصريين. أنا أساس الزراعة في مصر هم الناس أهل الزراعة، وأهل الزراعة دي هي نقابة الزراعيين، اللي هي لما جميع أو شمل جميع المهندسين الزراعيين وجميع القيادات الزراعية بجانب وزارة الزراعة طبعا بقيادتها. فأنا حطيت نفسي تحت مظلة أو تحت مظلة كبيرة ترعاني، تبقى راعيه ليا، هي تبقى راعيه للمعرض، راعيه على اساس ان هي تحت رعايه نقابه المهن الزراعيه، تحت رعايه الدكتور مصطفى البرشوان، راجل محترم، استاذ دكتور محترم، كل الاعضاء تقريبا بيقوموا بخدمات جليله، بيقوموا بالمساعده، بيتفانوا ان هم ينجحوا الموضوع عشان خاطر اسكندريه اولا، وعشان خاطر النقابه اللي هم بيخدموا اهل الزراعه، وعشان خاطر الزراعيين في مصر كلها. يعني زراعيين مصر كلها. يعني هو معرض أجرو أليكس يا فندم انت بتقدمه كشركه منظمه لزراعيين اسكندريه ولا للزراعيين في مصر؟ معرض زراعه للمصريين وليس للاسكندرانيين بس، معرض زراعه للمصريين. معانا كم شركه يا دكتور طارق مشاركين في هذا المعرض؟ احنا معانا فوق 70 شركه الحمد لله، فيهم طبعا شركات كبيره، اسماء كبيره، فيهم اسماء كبيره، وفيهم اسماء وفيها رعاه زي سميداك راعي، واخد منصور شكرليه راعي، الاكاديميه البحريه، قاعده البيانات، عندنا شركات كبيره، ابو دونجول للاسمده والاعلام، عندنا شركات تيماندا، عندنا جرين
الاستثمار، عندنا يعني عندنا شركات الحمد لله محترمه جدا، عندنا توب كيميكال، عندنا يعني عندنا شركات محترمه، عندنا شركات تحت السلم، شركات مسجله، شركات ليها قيمه في السوق وليها ارضيه في السوق. كنا سامعين ان في احد الشركات العملاقه في مصر في هذا المجال موجوده في ارض معرض اجرو اليكس، وهي شركه شورى، وكل الشركات اللي في نفس المستوى اللي بيقدموا خدمات حقيقيه، هل موجوده مع حضرتك؟ وشركه شورى كانت فعلا كانت هتتواجد، وانا بص يعني الحمد لله ان جات لي الفرصه ان انا اشكر المهندس علي الدين على وجه الخصوص، لان هو كان بيقوم معايا بمجهود رائع الايام اللي فاتت على اساس ان احنا نقدر تشترك شركه شورى، لكن حصلت شويه ظروف وشويه حاجات عاقبت الحكايه الموضوع، ولكن ان شاء الله بنوعد الناس ان شورى باذن الله تبقى معانا باذن الله، وده وعد من المهندس علي الدين ان شاء الله. وانا بشكره مره ثانيه المهندس علي الدين، بشكر المهندس حمد الشادي، بشكر الناس كلها، بشكر المهندس احمد النقار، بشكر الناس كلها اللي في شورى. احنا كمان بنشكر حضرتك على وطنيتك الخالصة في ان حضرتك بتتبنى خدمة القطاع الزراعي الذي يمثل الامن الغذائي القومي لجمهورية مصر العربية، واحنا في ظل المنافسات الشركة نأمل ان كل الشركات تنتهج نفس نهج شركة ايجيبت اكسبو في انها تقدم خدمات حقيقية قبل تحقيق الارباح والمكاسب وخلافه. دوام التوفيق يا دكتور طارق، وان شاء الله معرض موفق وناجح ان شاء الله، وان شاء الله بعد المعرض دينا لقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله. شكرا للدكتور طارق ايجيبت، رئيس مجلس ادارة شركة ايجيبت اكسبو، اللي قائم على تنظيم السوق الزراعي للمزارعين المصريين، لاصحاب المزارع الكبيرة، لكبار الزراع، للمزارعين وصغار الحيازات اللي موجودة في مصر. سوق زراعي متكامل في كل مستلزمات الانتاج ومدخلاته وكل ما يخدم المنظومة الزراعية في مصر. ناخد مداخلة تانية من رب الأسرة الزراعية في محافظة الأسكندرية وراعي الزراعيين الأستاذ الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالأسكندرية ونقيب الزراعيين. يعني هذا الرجل بروحين، الروح الأولى روح تنفيذية، والروح الثانية هي روح لكل الزراعيين. معنا ومعكم الأستاذ الدكتور مصطفى كامل بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالأسكندرية ونقيب الزراعيين. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا إبراهيم. بيه إزيك يا فندم، منورنا كلهم، وتحياتي لكم جميعا. تحياتنا ليك جميعا يا دكتور، وكنا بنطمح ونأمل، ولكن نظرا لمشغولات معاليك إن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله يا فندم. بيكون لنا لقاء تاني بإذن الله، ودايما برنامج ناجح، ومبروك البرنامج، وإن شاء الله تكون فيه حاجات تقدم متميزة لخدمة الزراعة والزراعيين في مصر إن شاء الله يا فندم، بدعم حضراتكم، وسعداء إن حضرتك موجود معانا النهاردة، وبننتهز هذه الفرصة. يعني ناخد وقت معاليك شوية كده ونسأل حضرتك، بما ان معاليك رب الأسرة الزراعية في محافظة الأسكندرية، وحضرتك نقيبا للزراعيين، اخترت انك تقدم حاجة مختلفة جدا بتمثل نقابة الزراعيين في الأسكندرية وخدمة القطاع الزراعي في محافظات قطاع غرب الدلتا كله، يعني بتخدم البحيرة، بتخدم محافظة الأسكندرية، بتخدم محافظة مطروح. ليه حضرتك غامرت بمثل هذا العمل كراعي لمعرض أجرو أليكس؟ هي الحقيقة ليست مغامرة. تفضل. لكن حضرتك ممكن تقول أن بصفة رئيس القطاع الزراعي في اسكندرية، وأنا أعلم المشاكل اللي بتواجه المزارعين اللي موجودين على أرض اسكندرية بصفة خاصة وعلى أرض مصر بصفة عامة، خصوصا في مجال الاستخدام الخاطئ للمبيدات، وايضا الاسراف في استخدام المبيدات، الاستخدام الخاطئ للمخصبات، كل الحاجات دي بتؤثر بالسلب على الصحه العامه، بتؤثر على الزراعه، بتؤثر على الانتاجيه، بتزود من تكاليف الانتاج الزراعي.
فالحقيقه كل الكلام ده خلاني كنقيب للزراعيين اخدم بنقابه الزراعيين على مديريه الزراعه. من نقابه الزراعيين لان نقابه الزراعيين يبقى عندها الفرصه انها ممكن ترعى معرض، لكن مديريه الزراعه ما ترعاش معرض. المديريه هي مديريه خدميه تتبع لوزاره الزراعه، لكن مش تحت رايتها ان احنا ممكن نرعى مثل هذه الاعمال. ولكن نقابة الزراعيين بصفتها النقابة الراعية لكل الزراعيين في مصر، فبالتالي بنقدر من خلال الأنشطة المختلفة، المفروض أن أنشطة النقابة هي أنشطة تخدم الزراعيين، وفي نفس الوقت احنا ممكن نعمل أنشطة بتخدم الزراعيين من شق، وفي نفس الوقت هي مسخرة لخدمة المزارعين. ومن هنا فعلا قدرنا أن احنا نرعى معرض أجرو أليكس، وبنشكر الشركة المنظمة الحقيقة بتبذل مجهود كبير جدا في انها بتنتقي الشركات، واحنا دايما بنشوف الشركات اللي هي معتمدة والمنتجات المسجلة من وزارة الزراعة، لان بصفتنا مسؤولين عن الزراعة في اسكندرية بصفة خاصة وفي مصر بصفة عامة، فبالتالي لازم نختار الشركات اللي هي موجودة واللي بتخدم المزارعين بتوعنا واللي بتأدي المنتجات اللي هي مسجلة فعلا في وزارة الزراعة، وفي نفس الوقت بنقدر نحاول ان نخلي المزارعين بدل ما يبقى فيه التجار، بدل ما يبقى فيه الاماكن اللي هي بتصنع المبيدات تحت السلم، والكلام ده بيؤدي الى ارتفاع الاسعار وفي نفس الوقت جوده غير عاديه وجوده مش مظبوطه بالنسبه للمبيدات وبالنسبه للمخصبات اللي هم بيستخدموها. فمن هنا مجرد ان احنا عملنا ان احنا ولعنا اللمبه دي خلت المزارعين كلهم، خلت الشركات اللي هي بتعمل في مجال الزراعه، خلت المستثمرين الزراعيين يروا الشركات اللي هي موجوده وبتعمل في مجال انتاج مستلزمات الانتاج الزراعي في مصر، فبالتالي قربنا وجهات النظر، وفي نفس الوقت بنخفض على المزارع تكاليف الانتاج، وفي نفس الوقت الشركات دي بتقوم بدور الارشاد، لان احنا عارفين طبعا ان الارشاد عندنا العدد بتاعه تقلص جدا، فالشركات دي كمان بتقوم بدور الارشاد عن طريق الندوات اللي هي بتاديها للمزارعين. ايضا احنا بنطلب منهم، ويمكن السيد نائب المحافظ لما كان في الافتتاح السنه اللي فاتت طلب فعلا من الشركات دي انها تعمل ندوات للمزارعين، تروح لهم الجمعيات وتبدا تعمل ندوات، وفعلا احنا في خلال العام الماضي اتعملت اكتر من ندوة من الشركات اللي هي مشتركة معنا في المعرض، ودي حاجة بتبقى كويسة جدا، لان احنا بنقدر نقول للمزارعين ازاي تستخدموا المبيدات والطريقة الصح بتاعتها ايه والمعدلات الصحيحة بتاعتها ايه. ايضا احنا ماشيين على نفس النهج بتاع وزارة الزراعة، كان وزارة الزراعة لما حست فعلا بالمشكلة دي فكان في برنامج مطبق المبيدات، برنامج مطبق المبيدات الهدف منه ان احنا بندرب الشباب اللي هو موجود على ان هو ازاي يساعد المزارعين في اختيار المبيد، نوع المبيد. هل الشباب دول يا دكتور بعد اذن حضرتك، هل الشباب اللي بيتم تدريبهم في برنامج تطبيق المبيدات بيتم تعيينهم في الوزاره، ولا هم بيكونوا من بين الموجودين الموظفين اللي موجودين داخل القطاع الزراعي في وزارة الزراعة؟ هو الحقيقة هو الموضوع مش موضوع ان هم يتعينوا في وزارة الزراعة، ولكن هم بيعملوا في خدمة المجال الزراعي. فبالتالي احنا بنختار الشباب اللي هو موجود في القرى، ويمكن انا ركزت على الجمعيات اللي موجودة عندنا في اسكندرية وقلت ان كل جمعية ترشح 2 أو 3 أو 4 يبقوا مطبق مبيدات ويعملوا في الجمعيه، وممكن يبقى على حساب الجاري بتاع الجمعيه نفسه، يبقى بيستفيدوا من الجمعيه. وفي نفس الوقت يخدموا المزارعين بحيث ان هو ممكن يقول للمزارع، لان دلوقتي يمكن برضو يعني بتبقى في بعض المنافس او في بعض الجمعيات اللي هي فيها منافس لبيع المبيدات، فالمنافس دي لما تبقى موجوده وفيها كمان مطبق المبيدات فانت بتسهل على المزارع انه يعني لما يجي يقول ان انا عندي المرض الفلاني في اي زرع من الزراعات هيلاقي ان في واحد، لان المطبق المبيدات زي الصيدلي بالظبط، صح، هيلاقي ان في صيدلي موجود يعني في الجمعيه بيقول له هتستخدم المبيد الفلاني وبمعدله قد كده، ويقدر يروح معاه ويقدر يدربه ويقدر يشوف الوضع ايه ويقدر يتابع معاه، فبالتالي بنديله المبيد بسعر اللي هو المخفض، وفي نفس الوقت انا بدربه فعلا ازاي يستخدم المبيد بطريقه صحيحه، فبالتالي يقضي على الافه وعلى المرض اللي هو الموجود، وما يحتاجش ان هو يرش مره واثنين وثلاثه واربعه، فبالتالي يبقى في اسراف في استخدام المبيدات. دي خطه وزاره الزراعه
في تدريب مطبق المبيدات كان عندنا في اسكندريه، عملنا حوالي 7 دورات تطبيق المبيدات، كل دوره 50 مطبق. فاحنا عندنا النهارده في اسكندريه 350 مطبق المبيدات، والحمد لله الشباب اللي هو طلع وخد الدوره دي، لان الدوره دي بتبقى تحت اشراف وزاره الزراعه، وفي نفس الوقت بتاخد شهاده معتمده، بياخد شهاده معتمده من وزاره الزراعه، وفي نفس الوقت بيتعرف على ايه هي المواقع، وبيبدا ابديتنج لكل المنتجات اللي هي بتتم او بتنتج، واللي هي بتسجل، واللي هي بتمنع. الكلام ده كله بيبقى هو على درايه بيه اول باول. فبالتالي اي مبيد، دكتور مصطفى انا هستاذن حضرتك في امر مهم جدا في مداخلتك الطيبه لبرنامجنا بشاير الخير. ايه هي بشاير الخير اللي بيقدمها معرض اجرو اليكس للقطاع الزراعي في قطاع غرب الدلتا وفي مصر كلها؟ تاني السؤال لان ما سمعتش صح. بقول لحضرتك بما ان احنا في برنامج بشاير الخير، ما هي بشاير الخير الذي يقدمها معرض اجرو اليكس للقطاع الزراعي في قطاع غرب الدلتا ومصر كلها؟ بشاير الخير اللي بيأديها فعلا المعرض اجرو اليكس، ان هو بيشوف كل ما هو حديث في مجال مستلزمات الانتاج الزراعي وبيقدمه فعلا للمزارعين. تمام. في حاجه تانية كمان، يمكن احنا كل معرض لاجرو اليكس الثالث على التوالي، احنا كل مره بنعمل حاجه جديده بحيث ان هي فعلا تبقى فيها فايده كبيره جدا للزراعيين والمزارعين. فيمكن المعرض السنه دي هيشهد انطلاق اول حاضنه اعمال زراعيه في مصر. اول حاضنه اعمال زراعيه في مصر، دي دورها ايه يا دكتور؟ يمكن هي بتحتضن شبابنا لتدريبهم على ازاي ان هم يديروا مشروعات صغيره او مشروعات كبيره او متوسطه، وازاي يبدا مشروعه بطريقه صحيحه، وازاي يختار المشروع بتاعه، وكل الكلام ده في مجال الزراعه. يعني انا بخدم القطاع الزراعي وبخدم المجال الزراعي من خلال الحاضنه ومن خلال جهات متعدده داخله في الموضوع ده، جهات اكاديميه سواء على مستوى كليات الزراعه، ويمكن اسكندريه بتتميز بكليتين زراعه مع معهد اراضي قحله مع معاهد البحوث الزراعيه اللي هي الموجوده. فبالتالي كل الكلام ده ساعدنا ان احنا نعمل الحاضنه دي فعلا، ونعمل برامج تدريب عاليه جدا لشباب الزراعيين اللي هم الموجودين، واللي هو بالتبعيه هيخدم المزارعين. فدي من بشاير الخير اللي هي اللي جايه، وان شاء الله يبقى في مشاريع استثماريه على مستوى عالي جدا ناتجه من حاضنه الاعمال الزراعيه اللي اول مره تنطلق، واول مره تنطلق وتطبق من نقابه الزراعيين بالاسكندريه في معرض اجرو اليكس، وهيتم انطلاقها يوم الاثنين 16/12 اللي هو اخر يوم في المعرض ان شاء الله. معانا فرض ايضا جهات مموله ليه، علشان لو اي شباب، الشباب ده لما هيتدرب هيحتاج ان هو مصادر تمويل. معانا مصادر التمويل، معانا الجهات اللي هي بتدي المشروعات وبتمولها، كل الكلام ده داخل. معانا الجهات الاكاديميه، معانا جهات كتيره جدا داخله في الحاضنه، ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي هي ان شاء الله تبقى موجوده معانا. الفئه المستهدفه يا دكتور في الحاضنه، دكتور مصطفى، يا دكتور مصطفى، ايوه فندم، الفئات المستهدفه في الحاضنه اللي هيتم تدريبهم من الشباب اللي هم مين؟ كل الفئات سواء الخريجين او المهندسين الزراعيين اللي هم موجودين. هي حاضنه زراعيه، حاضنه اعمال زراعيه، فبالتالي هتعمل في مجال الزراعه في الشكل ده. اي مهندس او اي شاب او اي خريج هيبدا يشتغل في المجال ده، وهيبقى عنده افكار مبدعه، وهي الحقيقه الهدف منها انها تتبنى الافكار المبدعه للشباب، ان احنا نعمل مشاريع غير تقليديه تبقى موجوده لخدمه القطاع الزراعي اجمع. وده طبعا تماشيا مع سياسه القياده السياسيه ومع توجيهات القياده السياسيه في التوسع في عمل حاضنات رياده الاعمال على مستوى كل القطاعات. تمام يا دكتور. عايزين نعرف من حضرتك الانشطه او اهم الانشطه اللي بتقوم بيها نقابه المهن الزراعيه وحضرتك رب الاسره الزراعيه بالاسكندريه. ايه هي اهم الانشطه بخلاف معرض اجرو اليكس؟ ايه اللي بتضيفه النقابه في ظل الحرب الشرسه اللي بيعلمها القاسي والداني
على نقابة الزراعيين، والحقيقة احنا بنشوف الدور الرئيسي والحقيقي اللي بتقوم به نقابة الزراعيين في الاسكندرية. ايه اهم الانشطة اللي ممكن المعرض اجرو اليكس هيضيفها والانشطة الخارج اطار معرض اجرو اليكس؟ الحقيقة لو احنا بصينا للانشطة بتاعت النقابة فهي انشطة متعددة، سواء كانت على الانشطة في مجال الصحة، ويمكن احنا عندنا في الرعايه الصحيه والرعايه الصحيه المنخفضه، واللي دول اثنين من البرامج المهمه جدا واللي يمكن متميزه في اسكندريه، وانا بشكر القائمين عليها فعلا لانه عملوا مجال كبير جدا وعملوا شغل كويس جدا في الفتره اللي فاتت، وفعلا بدات تبقى متميزه على مستوى اسكندريه ما بين بقيه المحافظات. دي حاجه اضافه لبرامج التدريب، وايضا تنمية الموارد اللي هي موجودة عندنا في الدورات التدريبية المتعددة اللي احنا بنعملها، في كمان دور لخدمة المجتمع احنا بنقوم به كنقابة زراعيين، ويمكن احنا عملنا اكتر من ندوة في الحاجات اللي هي بتخدم فعلا المجتمع السكندري، ويمكن منها الندوة اللي اتعملت عن النمل الابيض، ودي من الحاجات اللي بتأرخ الاسكندرانية او بتأرخ المجتمع الاسكندراني عموما، وقدرنا ان احنا نعمل ندوة بالاشتراك مع كلية الزراعة سبا باشا وكانت ناجحة جدا، وأدت في النهاية إن الناس تعرف إزاي يتعرفوا على النمل الأبيض، وإزاي إن هم طرق المكافحة، وإزاي إن هم يتواصلوا مع مديرية الزراعة عشان القضاء على هذه الآفة الفتاكة. دي في أدوار كتير جدا، في أنشطة كتير جدا لنقابة الزراعيين بتقوم بها، إضافة لخدمة أعضائها. يعني كل المفروض النقابة بتخدم أعضائها في مجالات الترفيهية، في مجالات الرحلات، في مجالات المصايف، في مجالات كتيرة جدا بتقوم بها النقابة فعلا لخدمة أبنائها وخدمة الزراعيين اللي هم الموجودين، وأيضا لخدمة الشباب، لأن يمكن بالنسبة للشباب احنا عاملين بروتوكول مع الأكاديمية علشان نعمل ماجستير اللي هو لوجستيات تصدير الحصلات الزراعية، يمكن احنا واخدين تخفيض اكتر من 50% على الماجستير ده بالتعاون مع اكاديميه النقل والتكنولوجيا اللي هي موجوده في اسكندريه. بالتوفيق. انشطه كتير يعني، بس عشان وقت البرنامج وانا مش عايز اثقل عليكم، لكن في انشطه متميزه كتير جدا بتقوم بها نقابه الزراعيين في اسكندريه لخدمه اعضائها، وفي نفس الوقت لخدمه المجتمع السكندري، وكمان احنا زودنا بقى ديت ان احنا كمان نخدم المزارعين مش في اسكندرية بس، لكن معرض أجرو أليكس بيخدم الوجه غرب الإقليم، غرب قطاع غرب الدلتا كله، قطاع غرب سواء كان اسكندرية البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، النوبارية، المنوفية الغربية، كل ده بيبقى مشترك فعلا ومساهم ومستفيد من معرض أجرو أليكس. متشكرين لحضرتك يا دكتور، وبنتمنى إن شاء الله معرض موفق، وبنتمنى لحضرتك والأسرة نقابة الزراعيين بالأسكندرية التوفيق والنجاح في خدمة القطاع الزراعي، ونأمل إن شاء الله أن يكون معرض يحقق نجاح عالي المستوى ويحقق أهدافه في خدمة القطاع الزراعي في قطاع غرب الدلتا ومصر كلها. وفي الحقيقة في جهات كتير جدا بتعاون نقابة المهن الزراعية في الأسكندرية، كل المنظومة الزراعية من جامعات ومؤسسات زراعية وأفراد ومدريات زراعية، وأنا أخص بالذكر كلية زراعة سبا باشا، قسم خدمة المجتمع بالكلية اللي بترأسه السيدة الفاضلة وكيلة الكلية الدكتورة إيمان عياد، وعندها فريق حماية البيئة اللي بيشارك في كتير من الندوات اللي بتقدمها للمجتمع لخدمة القطاع الزراعي. بنشكر كل المؤسسات اللي بتساهم لخدمة أهلنا في المجتمع الزراعي المصري، إن كان مهندسين زراعيين، إن كان القطاع الريفي بأكمله من الأقصى إلى الأقصى. بنرجع بيكم بحضراتكم مرة أخرى لضيوفنا الكرام، وأطلنا عليكم في المداخلات طيبة طبعا، طيبة طبعا وعظيمة، استفدنا منها كتير والله. بنرجع لحضرتك مهندس حسيني، تكلمنا عن المنتجات اللي بتقدمها هذه الشركات من خلال معرض أجرو أليكس. هو قبل ما اقول لحضرتك كده، احنا ربنا من علينا في اسكندريه زي حضرتك ما قلت ان احنا القياده التنفيذيه للزراعه السكندريه والمهنيه، ونضيف عليها الضلع الثالث الشعبيه، ان الدكتور مصطفى البخشوان يعني من كبار عواقل العائلات وليه مشاركات
طبعا غني جدا. غني عن التعريف طبعا. وطبعا هو بمداخلته اسرى وما اسرى الحوار. هو اساسا كمان ان احنا من ضمن الحاجات للمعرض اللي هي الاطلاع على مستجدات والابديت للمنتجات، وان احنا نشوفوا للجهات المستهدفه لزياره المعرض يشوفوا اخر المستجدات في هذه المنتجات. احنا عندنا حضرتك في مخرجات ومدخلات العمليه الزراعيه بتتواجد عندنا في المعرض، في اسمده، مبيدات، لاندسكيب، في معالجات ميه، في طاقه شمسيه طبعا اللي داوت كل طبعا النقابه اساسا والجهات والشركات المتواجده معانا كلهم بيشتغلوا تحت منظومه وتفعيل لمبادرات السيد رئيس الجمهوريه للتنميه المستدامه، ونخص بالذكر مشاريع ضخمه جدا، مليون استصلاح مليون ونصف فدان كتوسع افقي، ومشاريع التوسع الراسي ممثله في موضوع الصوب، وفي الاستفاده الكامله من الابحاث العلميه لاساتذتنا دكاتره الكليات ومراكز البحوث. بالاضافه ان المعرض السنه دي يمكن بينتقل زي ما سياده النقيب ما قال، ان احنا بننتقل من سنه لسنه. احنا كنا من نهينا في تطوير بصفه مستمره، يعني هو حضرتك الثلاث سنين اساسا احنا قلنا احنا نقابه مهن زراعيه. الجهه يعني المستهدفه الاولى لرعايتها احنا عندنا القاعده والقمه. القمه عندنا اصحاب المعاشات ربنا يديهم الصحه، وعندنا القاعده اللي هو شباب الخريجين. شباب الخريجين المعرض بيوفر لهم الاطلاع والثقافه من خلال ندوات بتعملها اللجنه العلميه واللجنات التدريبيه عندنا في النقابه، دكتور سيد عشره والدكتور محمد سلطان. دي بصفه مستمره داخل داخل النقابه موجوده، لكن بتتكثف في تتكثف في المعرض، بندخل اكثر من 26. ده اللي انا عايز اتكلم عنه واللي ناوه عنه. وبيبقى بالتوازي برضو ملتقى التوظيف، ده بيساعد ان احنا بنجيب الخريج بيبقى قريب من الشركات، بيبقى هل قريب. هل في ملتقى توظيف في المعرض ده؟ الثلاث معارض يا فندم في ملتقى، فيها ملتقى توظيف اساسي. اذا هي دعوه وبشرى لكل شباب الزراعيين الموجودين في قطاع داخل قطاع غرب الدلتا بصفه عامه، وداخل محافظه الاسكندريه بصفه خاصه، انه هناك ملتقى للتوظيف لكل شباب الخريجين الزراعيين. وعلى فكره احنا عندنا لجنه توظيف يعني لما يبقى يتواجد شبابنا يبقوا موجودين ان شاء الله هيلاقوا وظائف في الشركات. لا لا، الداتا تبقى موجوده. الشركات لما بتطلب وظائف بتتصل علينا، لجنه توظيف مهندس ممدوح حافظ موجود معانا بيتوصل، وعينوا اكتر من 1000 واحد. النقطه الثانيه اللي هي سريعا عشان وقت البرنامج ماشيه بالتوازي، ملتقى توظيف زي سعاده الدكتور مصطفى ما قال، موضوع الحضنه الزراعيه ديت هيبقى فيها تدريب ليهم لعمليه عمل دراسه جدوى للمشاريع، عمليه ازاي يجيب التمويل، بندمجهم ازاي آلية التسويق آلية. تمام طبعا، وده كله طبعا زي ما احنا ما قلنا المعرض مش لإسكندرية بس، المعرض للجمهورية كلها. طبعا المعرض ما فيهوش مشاركات غير يعني رعاية لنقابة الزراعيين. النقابة هي راعية، هي راعية، وهي المظلة، وهي القائمة على هذا. تمام، التنظيم لشركة إيه، ولكن النقابة كنقابة مش أشخاص، يعني مش أفراد بقول. لا النقابة فعلا. النقابة يعني احنا كرعاة، النقابة راعية فقط، التنظيم ليه ناس. في عجالة نستأذن حضرتك مهندس حسيني عشان وقت البرنامج، في عجالة ناخد العمدة محمد السيد طبنجي اللي منورنا النهاردة. برضو في دقيقة ونص كده تقول لي حضرتك ايه اللي الفلاحين من خلال مشاركتهم في هذه المعارض الزراعية محتاجينه من المعارض دي؟ هل المعرض ده بيقدم بيافي بالأغراض اللي أنشئ أو أقيم من أجلها مثل هذه المعارض؟ المعرض ده أنتوا بتستفيدوا منه ايه؟ في عجالة في دقيقة ونص. في دقيقة ونص ماشي. زي ما تفضل الدكتور مصطفى واتكلم. ان هو برضو يعني بيفهم، يعني الناس بتعرف حاجة مش تقليدية اللي انا اتكلمت عليها. بتتعرف على بتتعرف وبتبدا تطبق فعلا، يعني على كل يعني المستحدثات في مستلزمات الانتاج، المنتجات زراعية، ميكنة. تمام. فالفلاح في الصعيد او الدلتا او في محافظات مصر كلها بيستفيد منه استفاده مباشره. يعني زي ما تفضل الدكتور كده بيقول لك انه يعني عدد المرشدين الزراعيين فعلا ما فيش في الجامعات الزراعيه احنا مش هنتطرق ليها نظرا طبعا فده بيوفر حاجات كتير المعرض للفلاح ان شاء الله، يعني بيستفيد الفلاح من مثل هذه المعارض ان شاء الله. المهندس الحسيني اخر دقيقه،
كنت قلت لي حضرتك واحنا بنتناقش كده ان في زجل حضرتك محضره. لا هو مش زجل، هو هو طبعا احنا الاساس الفلاح هو الاساس. ونقول كلمه صغيره ان مصر لما كانت زراعيه كانت سيده هذا العالم بأسره. نص دقيقه لا بقى هو حضرتك الكلام ده اهم من الزجل في حد ذاته. لان مصر لما كانت زراعيه منذ قديم الازل كنا اسياد العالم، فيجب ان ترجع مصر زراعيه ثانيه ونحيي نعمل عمليه احياء للزراعه المصريه بصفه عامه. وده المعرض احد الوسائل بتاعتها. وطبعا اهالينا الفلاحين في نفس النظام. فانا برد في رد سريع وبسيط على اللي بيسال علينا احنا مين. احنا الزراعيين مهندسين وفلاحين، غزينا الصحراء، زرعنا الطين، نحتنا الصخر، حفرنا النيل. حفرنا النيل ايد واحده، مسلمين ومسيحيين ايد واحده ضد الارهابيين اللي بيقتلوا فينا احنا الاثنين. في الروضه في سينا قتلوا ركع الساجدين، وفي الكنايس قتلوا اخواتنا العابدين. ادعوا معايا وقولوا امين. يحفظ مصر المصريين. ادعوا معايا رب الكون يحفظ مصر يا رب، وصون شعبها طيب مهما يكون لاجل وطنه ده. بندعي ربنا. واخر كلامي بنقول تحيا مصر في كل وقت وكل حين وكل ان. تحيا مصر بمؤسساتها ووزاراتها وبرلمان. تحيا مصر بقيادتها السياسيه، قائدنا السيسي الهمام. ومصر هتحيا، بس احنا نسيبها تحيا وهي هتحيا وهتبقى عايشه. تحيا مصر. تحيا مصر. بنشكرك المهندس حسيني محجوب. حضرات السادة المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا، نتمنى أن يكون ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في أولى حلقاتنا من برنامج بشائر الخير. نتمنى إن شاء الله أن الحلقات القادمة تكون بشارة خير في كل المجالات، نناقش من خلالها كل القضايا ونلقي الضوء على كل ثمرة خير بتفيد بلدنا ووطننا الحبيب مصر في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يسعني في النهاية إلا أن أشكر السادة الضيوف، المهندس الحسيني المحجوب نائبا عن السيد نقيب الزراعين بالاسكندرية. شكرا يا فندم على حضورك وعلى معلوماتك القيمة. السيد ممثل نقابة الفلاحين نائب النقيب العام العمدة محمد السيد الطبنجي، متشكرين لحضرتك. ألف شكر. لا يسعني إلا أني أشكركم جميعا على سعة صدركم وعلى رؤيتكم الطيبة. بشكر فريق الإعداد والمخرج والسيد الأستاذ محمود العوامري رئيس مجلس إدارة شركة ميديا لايف، المخرج العظيم الأستاذ عطالة نصار، مدير الإعداد والكنترول الأستاذ إبراهيم أبو شادي، كل فريق العمل. في نهاية حديثي بتمنى لحضراتكم ليلة سعيدة مباركة. سعدت أني كنت موجود معاكم النهاردة، وإن شاء الله في حلقة قادمة دائما وأبدا على جسور المحبة نلتقي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وشكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.